السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل المناعة في الكائنات الحية وهنتكلم عن المناعة في الإنسان. احنا خدنا الفيديو اللي فات المناعة في النبات وهنبدأ نراجع المناعة في الإنسان. فأول حاجة ممكن يقول لك عرف أو يقول لك ما معنى المصطلح العلمي الآتي مثلا، أو يجيب لك التعريف نفسه اللي هتكلمه ويقول لك ضع عنوان أو ضع اسم لهذا التعريف مثلا. فنيجي يقول لك مثلا أول حاجة الطحال. الطحال هنقول عضو لمفاوي صغير لا يزيد حجمه عن قبضة اليد، لونه أحمر قاتم ويقع في الجانب العلوي الأيسر، يعني ناحية المعدة، في الجانب العلوي الأيسر من تجويف البطن فوق المعدة كمان، وله دور في المناعة في مناعة الجسم نظرا لاحتوائه على كثير من الخلايا الليمفاوية والخلايا البلعمية. الخلايا الليمفاوية والخلايا البلعمية. نمرة اتنين ممكن يجي يقول لك بقع باير. بقع بايير هنعرفها هنقول ايه. بقع بايير هي عقد صغيرة من خلايا الليمفاوية تتجمع على شكل لطع أو بقع تنتشر في الغشاء المخاطي المبطن للجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة، يعني عكس الطحال، وتلعب دورا في الاستجابة المناعية ضد الكائنات الحية الدقيقة التي تدخل الأمعاء وتسبب الأمراض. بعد كده ممكن يجينا يقول لي الغدد. طيب الخلايا الليمفاوية دي عبارة عن أحد أنواع خلايا الدم البيضاء الخمسة اللي ذكرناهم، وهي غير محببة، يعني عندها القاعدة دي فيها حبوب، الحمضية محببة والمتعدة محببة، وحدة النواة غير محببة والليمفاوية غير محببة، والفرق النواة هنا أصغر والنواة هنا واخدة تلات أرباع الحيز بتاع الخلية. فإحدى أنواع الخلايا الدم البيضاء غير المحببة وتشكل 20 لـ30% منها اللي هي الخلايا الليمفاوية، تتكون في نخاع العظم. هي بتتكون هي فين؟ في نخاع العظم. ده نخاع العظم، تتكون في نخاع العظم اللي هو في العظام، في رؤوس العظام الطويلة زي الساق زي العائق زي رؤوس العظام بيبقى عادة، وبيبقى برضه نخاع العظم الأحمر في العظام المستعرض زي عظمة القص زي عظمة اللوح وكده. ولا يكون لها أي قدرة مناعية، يعني الخلايا دي لما تتكون ملهاش قدرة مناعية. عشان تعمل القدرة المناعية لازم تتحرك من هنا زي ما احنا شايفين، طلعت من نخاع العظم يا تطلع على الغدة التيموسية. هنا الغدة التيموسية يا تطلع الدم على طول على وعاء دموي في الغدة التيموسية، وبعدين تدخل وعاء دموي، وبعد ما تنمو في الغدة التيموسية فتدخل في الوعاء الدموي فتدينا الخلايا الدائية. أما لما لو نزلت على الوعاء الدموي على طول هتدينا الخلايا إيه اللي هي الخلايا البائية. الخلايا إيه البائية، والاتنين بعد ما ينضجوا هيروحوا يدخلوا في خلية ليمفاوية هنا أو في إيه أماكن اللي هي فيها الخلايا الليمفاوية اللي هي اللي احنا راسمين منها قطاع هنا، فدي مليانة اللي هو عقدة ليمفاوية. طيب الخلايا الليمفاوية يبقى قلنا إحدى أنواع الدم البيضاء غير المحببة وتشكل 20 لـ30% تتكون نخاع العظم الأحمر. خلاص نخاع العظم الأحمر زي ما قلنا، نخاع العظم الأحمر تتكون من نخاع العظم الأحمر ولا يكون لها أي مقدرة مناعية في بداية تكوينها، ولكنها تكتسب القدرة المناعية. إزاي تكتسب القدرة المناعية؟ بعد النضوج. النضوج يا إما في الغدة التيموسية يا إما في وعاء دموي، وبعد النضوج حيث تلعب دورها في التخلص من شرور الميكروبات الممرضة أو الأجسام الغريبة التي تحول غزو الجسم، وتشمل الخلايا البائية، يبقى اللي هي الخلايا الليمفاوية هي الخلايا البائية والخلايا التائية والخلايا القاتلة الطبيعية NK. طيب الخلايا التائية المساعدة، ايه هي الخلايا البائية التائية المساعدة؟ خلايا الليمفاوية تعتبر خلايا ليمفاوية تنشط الأنواع الأخرى من الخلايا الليمفاوية وتحفزها للقيام
بالاستجابة المناعية وتحفز الخلايا البائية لإنتاج الأجسام المضادة. طب الخلايا البلعمية، الخلايا البلعمية اللي هي البلعمية الكبيرة، هي نوع من خلايا الدم البيضاء اللي هي زي الخلايا الليمفاوية، من نوع من خلايا الدم البيضاء تقوم بالتقاط الميكروبات أو الأجسام الغريبة أو الخلايا الجسدية الهرمة المسنة أو كرات الدم الحمراء مثلا المسنة، وتفتتها لمكونات الألية الأولية فيتخلص من الجسم، كما تقوم بحمل المعلومات من الميكروبات والأجسام الغريبة لتقدمها للخلايا المناعية المتخصصة. طب سلسلة المتممات دي بنلاقيها في الأجسام المناعية، دي سلسلة المتممات هنلاقيها تستخدم في الأجسام المناعية. سلسلة المتممات أو المكملات هي مواد كيميائية عبارة عن مجموعة متنوعة من البروتينات والإنزيمات تساعد الآليات المتخصصة للجهاز المناعي في عملها، حيث تقوم بتدمير الميكروبات الموجودة بالدم بعد ارتباط هذه بالمتممات بالأجسام المضادة. وموقع ارتباط المتمم أهو اللي بنلاقيه هنا في الهيلتا دي، دول اللي موقع ارتباط المتمم. خلاص. طيب الانترفيورونات، الانترفيورونات مواد كيميائية برضو زي المكملات أو المتممات تساعد الآليات المتخصصة للجهاز المناعي في عملها، وهي عبارة عن عدة أنواع من البروتينات التي تنتج بواسطة خلايا الأنسجة المصابة بالفيروسات، حيث تعمل على منع الفيروس من التكاثر والانتشار في الجسم، خاصة الفيروسات التي تتكون من محتواها الجيني RNA زي ايه زي الكورونا حاليا والحاجات دي، لانه من الار ان ايه وهي غير متخصصه بفيروس معين. طيب الاجسام المضاده اللي هو الشكل ده، دي الاجسام المضاده، ده الجسم المضاد. خلاص. الاجسام المضاده، الاجسام المضاده مواد بروتينيه تسمى بالجلوبيولينات المناعيه اللي هي IG، تنتجها الخلايا البائيه البلازميه وتظهر على شكل حرف واي اللي هو الشكل ده اللي وريناه حرف واي، وتوجد في الدم والليمف في الحيوانات الفقارية والإنسان، ويوجد منها 5 أنواع الأجسام المضادة، يا إما أي جي، طبعا أي جي مشتركة في الخمسة، أي جي هنضيف إم كابيتال، أي جي أي كابيتال وجي سمول طبعا هنضيف إم كابيتال، وأي كابيتال وجي سمول هنضيف إيه كابيتال التانية، والتالتة هنضيف جي كابيتال، والرابعة هنضيف إي كابيتال، والخمسة هنضيف دي كابيتال. ولما تيجي تشوف الخمسة هيعملوها كلمة، لو خدت الحرف الأخير اللي بتضيفه على الاي جي بكلمة ماجد، ام اي جي اي دي، بس بيكونوا ايه كابيتال في كل نوع. طيب المناعة الطبيعية غير المتخصصة أو الفطرية أو الموروثة هي مناعة يرثها الكائن الحي، وهي عبارة عن مجموعة وسائل دفاعية تحمي الجسم وتتميز باستجابة سريعة وفعالة لمقاومة ومحاربة وتفتيت أي ميكروبات أو أي أجسام غريبة يحاول دخول الجسم، وهي غير متخصصة ضد نوع معين من الميكروبات أو الأنتيجينات. طب خط الدفاع الأول هو مجموعة من الحواجز الطبيعية بالجسم زي الجلد، زي المخاط، مخاط في الأنف طبعا، زي الدموع في العين، زي العرق في الجلد، زي حامض الهيدروكلوريك أو اللي هو هيدروليك أسيد اللي هو في المعدة، وتعمل على منع الكائنات الممرضة من إيه؟ من دخول الجسم. والمخاط طبعا ممكن يبقى برضه في القصبة الهوائية وحاجات زي كده. طيب خط الدفاع الثاني في الجسم هو عبارة عن نظام دفاعي داخلي يستخدم فيه الجسم طرق وعمليات غير متخصصة متلاحقة تحيط بالميكروبات، يعني بتحوط على الميكروب عشان ما ينتشرش، وتبدأ هذه العمليات بحدوث تعمل التهاب شديد في المنطقة عشان إيه تحصره في المكان وما يمشيش. الاستجابة بالالتهابات أو بالالتهاب هو تفاعل دفاعي غير تخصصي غير نوعي زي الخط الدفاع التاني اللي قلناه حول مكان الإصابة نتيجة لتلف الأنسجة الذي تسببه الإصابة. طيب الخلايا القاعدية، الخلايا القاعدية اللي هي هنا اللي هي أول حاجة اللي هي النواهي وعاملة كده زي هلال كده وكبيرة شوية، فالخلايا القاعدية هي أحد أنواع خلايا الدم البيضاء المحببة، يمكن التمييز بينها وبين الأنواع الأخرى مجهريا عن طريق الحجم نمرة 1، و2 شكل النواة،
3 لون الحبيبات الظاهرة بداخلها، ولها دور في مكافحة العدوى خاصة العدوى البكتيرية والالتهابات، وتفرز مادة الهستامين، تفرز مادة الهستامين في موقع الإصابة أو الالتهاب، وتبقى هذه الخلايا بالدورة الدموية لفترة قصيرة نسبيا تتراوح بين عدة ساعات إلى عدة أيام. طيب الاستجابة المناعية هي سلسلة الوسائل الدفاعية التخصصية أو النوعية التي تقوم بها الخلايا الليمفاوية، خلايا الليمفاوية لمقاومة الكائن المسبب للمرض. طب المناعة المكتسبة أو المتخصصة أو التكيفية اللي هي خط الدفاع الثالث، هي المناعة التي يلجأ إليها الجسم عندما تفشل المناعة الطبيعية، والمناعة الغير متخصصة أو الفطرية في التخلص من الجسم الغريب اللي هو الميكروب. طب المناعة الخلطية، احنا عندنا المناعة الخلطية والخلوية. المناعة الخلطية هي المناعة بالأجسام المضادة، اللي هي دي مناعة بالأجسام، ايه ده تركيب الجسم المضاد، مناعة بالأجسام المضاد. فالمناعة بالأجسام المضادة اللي هي استجابة المناعية التي تقوم خلالها الخلايا الليمفاوية البائية بالدفاع عن الجسم ضد أنتيجينات الكائنات الممرضة كالبكتيريا والفيروسات والسموم الموجودة في سوائل الجسم اللي هي في البلازما الدم والليمف بواسطة الأجسام المضادة اللي قلنا عليها. طيب المناعة الخلوية اللي هي المناعة بالخلايا الوسيطة، وهي الاستجابة المناعية تقوم بها الخلايا الليمفاوية التائية بواسطة المستقبلات الموجودة في أغشيتها فتكسبها استجابة نوعية للأنتيجينات. طب الاستجابة النوعية للأنتيجينات هنقول هي إنتاج كل خلية تائية زي الكلام اللي فات اللي قبله، أثناء عملية النضج فنوع من المستقبلات الخاصة بغشائها، وبذلك يمكن لكل نوع من المستقبلات الارتباط بنوع واحد من الأنتيجين. يعني كل خلية تائية بترتبط بنوع واحد من الأنتيجين عن طريق المستقبل اللي هي الخاص بها اللي صنعته. طيب خلايا الذاكرة هي نوع من الخلايا البائية والتائية تتكون أثناء الاستجابة المناعية الأولية وتختزن معلومات عن الأنتيجين الذي طبعا اللي على الميكروب المهاجم التي حاربها الجهاز المناعي في الماضي، وتكون مسؤولة عن الاستجابة المناعة السنوية. يعني لو جه مرض مرة تانية هي تقدر على طول تقدر تقضي عليه في فترة أقل بكتير من أول إصابة. الخلايا البائية الذاكرة برضو نفس النظام، هي إحدى أنواع الخلايا البائية تبقى في الدم لمدة طويلة من 20-30 سنة، تتعرف على نفس الأنتيجين إذا دخل الجسم مرة ثانية، حيث تنقسم وتتميز إلى خلايا بائية بلازمية تفرز أجسام مضادة له. عندنا عدد المخططات والأشكال التوضيحية، إحنا قايمينها على 5 رسومات هي المطلوبة مننا. أول حاجة أنواع خلايا الدم اللي هي نمرة 1، ودي الخلية القاعدية، ودي الحمضية، ودي المتعادلة، ودي وحدة النواة، ودي الليمفاوية، ولازم نعرف نرسمهم. تاني حاجة عندنا إبطال مفعول السم، دي جزيئات السم ودي خلية، فلما يجي يهاجمها فالخلية بتتدمر بسبب السم. لكن لو جزيئات السم موجودة وفي أجسام مضادة أهي ودي خلية، فالأجسام المضادة تلتصق بأجزاء السم فتحمي الخلية وتديها سليمة. ده رسمة تانية مطلوبة مننا. تالت حاجة المطلوب مننا اللي هو التكوين أو النضج بتاع الخلايا الليمفاوية، فده نخاع العظم الأول، نخاع العظم أهو الأحمر يطلع منه طبعا اللي هي الخلية الليمفاوية، هتروح في الغدة التيموسية بعدين تنزل على الوعاء الدموي، فهي هتبقى خلايا تائية طالما دخلت في الغدة التيموسية، وبعدين تروح هنا في خلية ليمفاوية. طيب هنا لو نخاع العظم الأحمر لو طلع على طول منه للوعاء الدموي هتدينا الخلايا البائية، والبائية برضو هتروح في الخلايا أو في العقد الليمفاوية في المناطق دي. العقد الليمفاوية طبعا فيها جزء شريان بيدخل عليها ووريد بيسحب، وبرضو في داخل غشاء سائل الليمفاوي وخارج منها غشاء ليمفاوي. ودي الرسمة الثلاثة. الرسم الأربعة دي هنا عقدة ليمفاوية تشريحية، فهنلاقي الوريد فوق هنا والأحمر بالأحمر، عن الشريان والوريد عاملهم الاتنين بالأحمر عشان الألم الأسمر فضي،
والخلية الليمفاوي الصادر أهو بالأسود، وهنا برضو في الوعاء الليمفاوي وارد الداخل وده الطالع، وبعدين هنا عندنا حبوب ممتلئة في النص أو جيوب ممتلئة في النص بالخلايا الليمفاوية، والجدار الخارجي دي محفظة وده قطاع عرضي فيها. بعد كده عندنا الأجسام المناعية، الجسم المناعي، فتركيب الجسم المضاد هنلاقي هنا على طول عندنا عامل عرض. الأجسام المناعية زي ما قلنا أهو عامل زي بزاوية حرف كده، يعني واحد واقف وبعدين مايلة من فوق، ويلتصق فيها جزء صغير تاني، ودي بنسميها زي كده، ده اللي هو الجسم المناعي، ده فردة منه أهو ومتني من هنا. الحتة دي بنسميها منطقة مفصلية لأنه متني فيها، وبعدين المنطقة المفصلية دي كلها ودي بنسميها إيه؟ ما بنسميها منطقة، المنطقة دي بنسميها سلسلة ثقيلة. بعد كده في حتة سلسلة خفيفة اللي هي الأبيض اللي بيحصل فيها الالتحام مع الميكروب في المنطقة دي، فبنسميه موقع الأنتيجين، الأنتيجين بتاع الميكروب. وبعدين دي بنسميها سلسلة خفيفة، اللي دي التقيلة ودي خفيفة عشانها قصيرة. وبعدين رابط كبريتيد ثنائي هنا بين دي ودي، وبعدين هنا موقع اللي هو ارتباط المتمم أو المكمل، وقلنا مفصلة وسلسلة ثقيلة. وبعدين هنا في رابط برضو ثنائي، وهنا ثنائي يعني اتنين، هنا ثنائي وهنا ثنائي اتنين، رابط بين الفردة دي والفردة دي. وبعدين هنا نفس النظام، منطقة مفصلية وهنا منطقة ثابتة، وهنا منطقة متغيرة، والأبيض الخفيف منطقة متغيرة اللي نهايته موقع الايه، موقع الأنتيجين. دي الرسومات الخمسة دي مطلوبة مننا، اللي هي خلايا الدم البيضاء، النمو الخلايا الليمفاوية من نخاع العظم لغاية الوريد ولغاية ما تروح للغدد الليمفاوية أو للعقد الليمفاوية، وبعدين عندنا نخاع العظم، بعدين عندنا قطاع في العقد الليمفاوية، وبعدين عندنا أبطال مفعول السم الطريقتين دول، وبعدين عندنا تركيب الجسم المضاد 1 2 3 4 5، 5 رسومات ودول مطلوبين منا. بعد كده عندنا إيه؟ عندنا بعد كده هندخل في ايه الرسومات التانية، ديكها مش مطلوبة مننا ولذلك هرسمها بعدين، اول حشرة الجاي نكمل ان شاء الله. تنسوش تفعلوا جرس تشتركوا في القناة، ورغم ان انا بشوفهم من متابعيني في البرامج التعليم في مادة الاحياء عددهم بيقل عن الاول لوجود اللخبطة اللي هي عاملاها وزارة التعليم في الامتحانات والبتاع وابحاث معرفش ايه، وفي أبحاث وفي امتحان عن طريق اللاب وفي البيت، يعني حاجات كتيرة، فبت بت بت بتهبط عزيمة الطلبة بتوع تالتة ثانوي. فالرجاء بغض النظر حتى لو ما تابعتونيش، الرجاء إن كل واحد يعمل كأنه هيمتحن عادي، ولا في كورونا ولا في أي حاجة ولا بتاع. أنت من هنا لغاية أول 7 أو أول 6، سبحان مغير الأحوال، في لحظة ممكن تتغير الدنيا كلها وترجع الامتحانات وتدخل طبيعي وتقع في اللجنة والكلام ده، فأنت اعمل الاحتمالين، ولو جدك كتر خير، ومجاش خلاص خليك أنت في الطبيعي. فلذلك لازم تتابع، تابعني تابع غيري مش مشكلة، المهم أنت تفهم وتنجح. أنا ما يهمنيش يكون عندي كتير، أنا يهمني حتى لو بتابعوني 2 ولا 1 ولا 5 خلاص، يعني مش مشكلة عندي، لأن أنا خلاص أخدت عهد إن أكمل يعني هكمل. طبعا أنا بعد ما أخلص المناعة هبدأ في الإيه، في الدرس المهم اللي هو مهم للكورونا، اللي هو الدي ان ايه والار ان ايه وموضوع الخريطة الجينية والحاجات دي، واحنا شرحناه بس احنا هناخده كام ركعة. وبعد كده هنبدأ بعد رمضان نعمل أسئلة وكده، أسئلة عامة من الامتحانات هنقيها، لأن في فترة رمضان ممكن أتوقف عن المراجعة والشرح، لأن أنا حاليا ليا أسبوع بدأت أرجع لشرايط الدينية بتاعتي. وطبعا كنت بتكلم عن سيدنا عمران ونبي ولا رسول، ويعني حاجات تانية في الإشارات الدينية، وده كله موجود على رؤى دقينش اللي هي القناة اليوتيوب بتاعتي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نكمل في شريط آخر، والسلام عليكم.